دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم تمثيلية الأسبوع. المخرجة المنفذة سناء حمود. تمثيلية الأسبوع، إخراج محسن غازي. بعيدا عن المنزل. تأليف ماهر جلوك. أيوة مين؟ أنا أبو وسام. جيب الأشاطة معك والحاني لتحت على الحمامات، اليوم دورنا بالتنظيف. يلا لاحقك. خير، ليش عم تضحكي يا خانوم؟ اجا اليوم يلي صرت تنظف فيه الحمامات والتواليتات وانت رضيان، مع انه ما كان يهون عليك تمد ايدك على شغل البيت. لك شو بدنا نعمل لك يا ام بشير؟ الواحد بعد ما جبر يطلع من بيته صار مضطر يعمل كل شيء. يا ترى شو صاير ببيتنا هلا؟ ربك اعلم، خسرنا البيت وخسرنا المحل وقعدنا بمدرسه. عجبك على هالقصة؟ كله بيتعوض يا رجال، وسلامتنا بالمكفى. يلا صحصحي وعملي لي فطور لبين ما اروح خلص شغلي وارجع. اصبح خود البيدون وجيب لنا بطريقك مي. حاضر يا ستي. كأنك بحياتك مو ماسك الشاطة، المي عم ترجع تتجمع بالزاوية الثانية والبلوعة هون. لا تواخذني يا أبو بسام، بس والله هذا اللي بعرفه. أخي هيك بصير مع اللي مدللته مرته. شو بدك تساوي؟ تعا عمو تعا. أمرني عمو. خذ حبيبي خذ هالقشاطة وكمل سحب المي على البلوعة عني. الله يرضى عليك. هات عنك عمو هات. روح الله يجزيك الخير يا رب. أخي يا ظهري أخي. قول حامل لي شي كيس وزنه 50 كيلو. والله مو هيك. العوافي امي. خير استاذ فاضي؟ شو اللي منشعك من شغلك على بكير يا تقبرني؟ ابو وسيم اللي منجك اللعنة. قال شو؟ فوق ما الشغل دائر انا عم هرب له الزباين. اي معه حق، لانه وشك بيقطع الرزق. وشلون عم تهرب له الزباين بقى؟ لاني غلطت بكبس القماش وما اخذته على قياس، مع انه الشغيل اللي صار له سنين بالمصلحة بيخربط بهيك شغلة، مو بس واحد مثلي يعني جديد. وقال شو؟ الزبون صاحب الطقم مرق امبارح وانزعج من الشغل. اخ لك الله ياخذني لارتاح منك، يعني لو ما كان اخوك مصطفى عم يبعث لي هالقرشين من برا كنا متنا من الجوع انا واخواتك. لسه كل يوم مصطفى جاب ومصطفى بعت. لك ضليت اكثر من سنه يا امي وانا عم بصرف على البيت لحالي،
دين يا أمي؟ مين اللي شاله لبطيخ مصطفى بمصاريف السفر؟ مو أنا اللي دينت له مصاري من العالم؟ لك لهلأ ما سديت منهم ولا فرنك. والله الظلم حرام لك أمي. وحضرت جنابك ليش ما عم تزبط بشغلك؟ لك مو أنت اللي عم تجيب الحكي لحالك؟ لأنه في شي بيعمي على القلب، بيعمي على القلب لما الواحد أهله بيكرهه. ما حدا بيكرهك ولك. يلا روح من خلقتي يلا، لأني بلشت اتضايق من الرغي معك. يلا ماشي، رايح رايح رايح. روح ضرب يسد ما يرد. العامة شباب آخر أيام. لا تضايق حالك عمي فاضل، هذا معلمك المنجد بيكون مستتقل هالمصاري يلي عم تاخدهم كل يوم خميس وبده حجة. معقول يكون هيك عمي وبسام؟ ايه معقول عمي، لكان في حدا بيقلع شغيل بس لأنه وشه بيقطع الرزق. واخرت هالحالة، والله قرفت. لا مع أهلي مرتاح ولا بشغلي عم بتوفق. وبعدين روق عمي روق، وإلا ما يجي يوم وترتاح وتنسى هالأيام السوداء. مرحبا شباب. أهلين. وهي قاعدة. أهلين عمي صابر، خير؟ شبك مهدود حيلك؟ إيه لسه ما حلا. مهدود حيلي؟ إيه تعا وقف على رجليك 10 ساعات بالقهوة وركود من طاولة لطاولة وبعدين احكي عن هددان الحيل. لك تضرب هيك عيشة من أولها لآخرها. لك آخ، على أساس الشوفرة ورا عرباية زبالة أهون ما؟ لك يا أخي ما أنا أهون، بس أنتوا بترتاحوا من وقت للتاني، مو مثلي بضل مثل مكوك الحايك من زبون لزبون. أحسن شي نخليه على الله. لا وفوقها بتجي مرتك وبتنقع المصاري على بدنا وبدنا، من وين بدي جيب لها عملي أنا؟ والله شي بجنن. عمي عمي صابر، هلأ شو بدي قلك يعني؟ بلا مستحى منك خرجت لاقي لي شغل عنكم بالقهوة. لك والله يا فاضل كان من عيني، بس الشغل مانو مثل أول. الخميس الماضي صرفوا 2 من وردية المساء. يا لطيف. شباب خلونا نطلع لفوق نشرب لنا أبريق شاي. يلا قوموا قوموا، هلأ بتكون المرأة زايرة عن شي حدا من الجيران وعم تنتف بريشي وتحكي علي على شي صار وشي ما صار. لك يضرب اليوم اللي تجوزها فيه يضرب. قوموا قوموا. يلا. لك آه يا جماعة آه، هالصبي رح يجيب آخرتي. لا فلح بالدراسة ولا بالشغل، وكل شهر شهرين بيغير مصلحة. بس التوك منه ها، والله العليم الله العليم، هالولاد منحوس أو عليه كتيبة، لأنه كل ما حط إيده بشغلة بتخرب. وهالمعلمين اللي بيشتغل عندهم لك ما بيصدقوا على الله إمتى يخلصوا منه. عن حق مفاضل، إيه بس والله مو مبين عليه. إيه شو بدك يعني تكون الكتيبة على ظهره لحتى يبين عليه؟ طيب ليش تاركتيه لهلا؟ ما تعملي له حجاب ليرد عنه النحس؟ بزماني شفت شيخ وعمل له حجاب. إيه؟ وحطيت له إياه تحت مخدته. بس وقت يلي طلعنا من بيتنا كرفتين نسيت أخده معي، وهلا ألاقي مصاري يعني لحتى أعمل له واحد؟ ما بقدر، ولا بعرف حدا من يلي بيكتبه، لأني غريبة عن هالديرة وحاسة إنه في شي عامي على قلبي. دخيلك، ليش مين اللي مو معمي على قلبه بهالايام السوداء؟ نحن احسن يعني. ما التاني صابر افندي شوفير صينيه وما انه مشبعنا الخبز، ولا بتعرفي حلاق ولا نجار ولا بياع فول، لانه ما فلح ولا بشغله. لا لا وفوق هيك يعني ايده ولسانه ما في اطول منه، مع انه قعدتنا هون وفرت عليه اجار الخرابه اللي كان مستاجر لي اياها باخر ما عمر الله. لك بضل بينق وبيقول لي ما معي كل ما طلبت منه مصاري. ليك ولا حقله شي سوسة خديجة ها؟ لا لا ما بظن، كنت حسيت عليه، بس الظاهر والله أعلم إنه عم يعطي أهله مصاري من وراي. لك مع أني صرت متخانقة معه كذا مرة على هالقصة. بس وينك خديجة؟ والله ما عليك حق، يعني هدول بيضلوا أهله. إيه بس مو من خرجية عياله. يوه شو هالحكي؟ يعني نحن ناس درويش على باب الله، إذا وما أجينا على هالمدرسة هاي كان مدري شو بده يصير فينا. بيجي صابر بيعطي لأهله بيحرم أولاده. لك حتى المقتدرين ملحوشين معنا هون. هلأ ما انتبهتولي على بيت أبو بشير اللي مبين عليهم النعيم؟ وبعدين يعني اسمهم قاعدين بغرفة واحدة مثلنا مثلهم. لا وفوق هيك مناخيرهم بالسما حبيبتي. يوه يعني قصدك إنهم فقروا بعد غنى؟ ما بظن إنهم فقروا بعد غنى.
علينا لأنه لا لبسهم مثلنا ولا أكلهم كمان. إيه بس وينك أم فاضل؟ بيكونوا بايعين لهم شي أونسة ذهب وعم يصرفوا من حقها حتى ما يحسوا حالهم أنهم فقرانين. ها وحق هالأونسة دخلك رح يكفيهم 6 شهور يا بعدي؟ إيه ما بتعرفي بركي بايعين أكتر من وحدة؟ رح أموت على ما أعرف شو سر هالجماعة. فرجت فرجت عمي أبو بسام فرجت. اليوم مرقت على مصبغة قريبة من هون وبست إيده وترجيته لصاحبها مشان يشغلني عنده لو بنص إجرة أموافق. والله فرحتني بهالخبرية لك يا فاضل، ألف مبروك إن شاء الله. بس قلتك عمي رح أزبط عنده ولا رح انتحس مثل ما صار معي عند غيره؟ قوي قلبك عمي قوي قلبك وتوكل على الله. شو هالحكي أنت التاني؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. النسوان هون بالمدرسة عتبانين عليك يا بشير لأنك ما عم تتعاطي معهم. بالله مو قصدك عن خديجة وأم بسام وأم فاضل؟ وشو عرفك أني قصدي عنه؟ هدول عاملين شلة ومو تاركين حدا من النسوان المدرسة من لسانهم. بس أنت مين خبرك؟ بصراحة أبو بسام خبرني وخلاها تمريقة، يعني ما فهمني إياها بالمشرمحي. وأنا بيني وبينك بخاف من هاي العالم لأنهم ما بيتركوا حدا من شرهم ونحن لازم نخاف، يعني ما بدي يجيبوا طارينا. طيب وشو المطلوب؟ المطلوب انك تطري الجو معهم شوي لحتى ينسونا. صدقني جيت على حالي اكثر من مره ويا اخي ما قدرت اتحمل غلاصتهم. تعرفني ما بحب الجأجأة والحكي عن الناس وهنن هاي شغلتهم. ايه مثل ما بدك، بس بدون ما تحسسيهم انك شايفه حالك عليهم لانه من غير شي ضاربيننا بحجر كبير، ومن شان كلامهم ما يصير اذى بعدين. لكن لك فكره، وأنا لما أشوف إنهم رح يزودوها بعرف بتصرف. لعمة شبه الغسالة ليش ما عم تشتغل؟ معلم معلم الغسالة ما عم تشتغل. لك شو هالحكي لك فاضيل؟ الغسالة جديدة لحقت تنزعها؟ والله معلمي والله ما عملت لها شيء، يعني حطيت الأواعي وزبطت العيار جيت لشغلها ما كانت تشتغل. بعيد بعيد هيك من قدامي لشوف. ها هاي ليك اشتغلت إلي لشوف. لك انت شو يلي عامي على قلبك؟ ها والله 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 غريبة يا معلم. ورجيني ورجيني لشوف. ولك ليش حطيت ايدك عليها ليش؟ بعد بعد عنا الله لا يوفق نحستها. عفوا معلم عفوا. امنت بالله على المصلحة. ولك صار لك 10 ايام عم تشتغل عندي وكل يوم بيصير بها المصبغة فنط شكل. لك الغسالة القديمة كربشت وانكبت مع انه ما كملت السنتين، وخزان المية افندينا انبخش مع انه لازم يخدم 15 سنة. وعدلك عدلك كمان كم خناقة خانقنا مع الزباين من تحت راسك. لك شي بنطلون بني بيصير بين ايديك بيش والاسود بيصير سماوي. لك واخرت معك. اخرت معك معلم. طول لي بالك معلم، والله يعني البنطلونات مو انا سببون. عمي انت زلمي لا تواخذني بالكلمة، منحوس ومالك حظ وهالمصبغة لك وهبنا ياها. لا معلم معلم معلش كل شي الا هي. خلص بوعدك بوعدك اني زبط، بس لا تصرفني الله يسرك لا تصرفني. والله كان على عيني يا فاضيل. تعا تعا خود اجرتك وتيسر رزقتك مو عندي. لا اله الا الله. حسان يا حسان. مور معلم. تعا تعا ابني استلم لي الشغل محله. تعال. امرك معلم. شوف تاني مرة بس تشوفه مهوب ناحي المحل تهويب بتقلعه. يا سيدي على بعد 100 متر إن كانوا رجال بيقرب.
يا سيدي صاحب هالمصبغة ابن حرام وزمته واسعة، مشان هيك ما عم يزبط معه شي. لك مو انت قلت لي بعظمة لسانك ومن اول ما اشتغلت عنده انك ما ارتحت له؟ مزبوط، بس ليش باقي الشغيلة ما عم يصير معه مثلي؟ طيب انا ايمتى بده يفك عني هالنحس؟ والله تعبت يا عالم، تعبت. طيب معقولة يعني انه انا بني ادم مو نظيف لا تكمل عمي، لا تكمل، انت ما في منك، وعندي اياك احسن من كل العالم، ورح يجي يوم وتلاقي شغل تاني. مزبوط، رح يجي يوم ولاقي شغل تاني، ورح يصير فيي مثل كل مرة حظي وصرت اعرفه. لك يا ريتني موت وارتاح. صار عمري 30 سنة لا بايدي صنعاء ولا دراستي عرفت كملها، ما عندي مرة ولا عندي أولاد، وفوق هيك راح البيت. لك أنا ضايع يا ناس. والله ضايع. لا حول ولا قوة إلا بالله. طول بالك يا ابني، طول بالك، ما بعد الضيق إلا الفرج. شلون يا بعدي؟ شو قلت؟ صاحب المصبغة غشاش ونصاب، وانت يا بعدي مظلوم مهي؟ لك ان شاء الله بموت وبرتاح منك ومن محضرك، لك عملك مش هي اني. لك امي وطي صوتك، ببوس ايدك، وطي صوتك بلاها الفضايح بين العالم هلا بلاها. خلص، انا من بكره رح ارجع ودور على شغل، بس انت روقي لي حالك. وعلى شو بدي روق؟ فهمني. لسه الشغله فيها رواق؟ لك انت العفاريت راكبتك وانا صرت خاف منك علي وعلى اخواتك. يلا نلع من هون. لك لوين بدي انقلع؟ على الهفا، شو بيعرفني؟ المهم تروح من خلقتي، مالي طايقه اشوفك. يلا حمل حالك وروح من هون، اتحرك قبل ما لم عليك العالم. يلا روح من خلقتي. خلاص رايح، بس وطيني صوتك وبلا فضايح. رايح روح. فوت فاضل، فوت، ما في حدا. سكر هالباب وراك وتعال نحكي كلمتين. العيال كل مين بديرة؟ شو حامل معك؟ حامل بقشتي. مبين عليك متضايق، في شي؟ أمي قلعتني من الغرفة وانجبرت أطلع أنا وغراضي مشان ما نشاكل قدام العالم، مشان ما تطلع أصواتنا، لأنه أمي ما بتفرق معها. شو هالسمع هيا عالم؟ اتضايقت مشان شغلك ما؟ نعم. يلا هلأ ساعة تانية والوالدة بتروق، وهي يلي رح بتقلك ارجع. بس أنا يلي ما عاد بدي ارجع. لا شو هالحكي يا فاضل؟ المخلوقة بتضل أمك، وفي إخواتك كمان، وهدول مسؤولين منك. لا الله يرضى عليك، ما بدي اسمع منك تاني مرة هالحكي. عود نشرب لنا كاسة شاي وروق دمك، والمسا بترجع ومنكون معك أنا وأم بسام. والله ما رح يمشي الحال، في شي انكسر بيني وبينهم. لك حتى أخواتي الصغار ما عاد احترموني مثل الأول، لأنهم شايفيني قديش مكسور وقليل حيلة. خلص بسام، خلص، الأحسن أني بعيد عنهم. طيب وين بدك تروح بحالك؟ ما أنك شايف شلون خرباني برا؟ شايف عمي شايف، بس كل اللي بيهمني هلأ أني ما أرجع لعند أمي. وبعدين يعني وين بدي روح، وين بدي نام، ما بيهمني. لا حول ولا قوة إلا بالله. أصبح قومنا نروح لعند المسؤول عن المركز ليلاقي لك محل تنام فيه. ماني حابك تطلع من المدرسة وتنام بالشوارع. يلا. صابر
هلا انت كل خميس بدك تعمل لي نفس القصه؟ ناولني مصاري، بدي جيب شويه اغراض للولاد. يلا بقى خلصني. يعني هالغراض ما بيتاجلوا لبعدين؟ خلصينا بقى انت ولادك لسه على هات هات. اي والله هي مو عيشه، صار لي شهرين ناوي اجيب بنطلون وما عم بقدر اجمع حقه. لك صابر حاجه بقى، كل يوم خميس بتتحجج لي حجه وكل حجه شكل. والله فهماني عليك وكاشفه قصصك كلياتها. انت عم تعطي اهلك من خرجيه الاولاد، مشان هيك ما عم يصفى معك مصاري، لانه بس اهلك اللي محتاجين، مو نحن كمان. ما لك يا مرا، اهلي مسؤولين مني مثلهم مثل اولادي. شو بدك يعني اتركهم يروحوا يشحدوا من العالم وانا عايش؟ هذا حكي هذا؟ ليك انا ما دخلني بينك وبين اهلك، بتعطيهم ما بتعطيهم تصطفي. انا اللي بهمني انه اولادي ما يجوعوا وما ينقص عليهم شيء. وانت بصراحه صابر منقص علينا كل شيء يا لقلبي. أوعيهم وشحاطاتهم مشقشقة ومقطعة، لك ما عم بقدر أعطيهم خرجية لما بينقوا. وشو بدي عدلك؟ لا عدلك، هذا إذا ما حكينا عن اللحمة والجاج. سلام قولا من رب رحيم. لك خلاص خلاص، حاجة تنقي، نقرتي لي مخي. طيب أنا شو أعمل؟ أنت بدك ترد علي؟ والله والله صرنا مضحكة للعالم هون بالمدرسة. ولادك من كتر ما نم متضايقين ما عم بيحبوا يطلعوا برات الغرفة، لأن ولاد الجيران بيصيروا يتمسخروا عليهم وعلى أواعيهم. ايه ايه، قلت له لصاحب القهوة يشغلني دوام تاني وما رضي. قال الشغل دائر، خلاص الخميس الجاي ما بعطي أهلي منيح. أنا سمعت كتير من هالحكي صابر، ولا مرة صدقت معي. خديجة انت هلأ شو بديك؟ بدي مصاري مو حكي. لك حتى أنا لازم نغراض. ما معي، لك ما معي، وحلي عني أحسن ما عصب عليك. يا أنت بتعرفي بس عصب شو بصير بالأخير. أساساً أنت ما بتتشاطر غير علي أنا، قدام أهلك مثل القط يعني. تعال يا صابر، هات مصاري. بيروح صابر وبيعطيهم مصاري ونحن ننفلق، وفوق منا بناكل بهذا وقتل. ليك أنا هالمرة ما رح أسكت لك بنوب بنوب، وبدك تدبر حالك وتعطيني مصاري. رحي عنا يا يو. انتي الحكي معك قلة عقل، انا رايح. يا رب يا رب، دخيلك شو هالحالة مع هالزلمة؟ لأمتى بدي ضل يعني هيك عم بسكت له وهو ما نسائل فيني؟ لأمتى؟ عن اليوم اللي تجوزت فيه. لك في حدا براسه عقل بيحوي عنده مرة يا جماعة؟ وكل الله عمي صابر، وكل الله. كلنا بالهوى سوا ولو خلصنا. وبسام كل مرة نفس الحكي ونفس النقي، والله مليت. اللي شو بتكره؟ بقول لك المرة اللي بدها تمشي كلامها على جوزها وتمشي مثل ما بدها. لك يا محلى مرتك قدام امي. ايه انا الشاب المشورة باكلت خناقة وفوقها تقليعة من الغرفة. شو عم بحكي عن جد؟ لك عم بحكي عن جد، وفوق بهدلة كمان بعد ما عرفت اني تقلعت من المصبغة. والله ما بجوز هالحكي. وين بدك تروح بحالك يعني؟ لك رحنا انا وبسام وحكينا مع الشباب المسؤولين عن المدرسة، وقت اللي عرفوا ظرفي عرضوا علي اني نام المستودع. كتر خيرون والله. وانت شلون بتقبل تطلع من الغرفة؟ شو مانك زلمة تدافع عن حالك؟ شو هالام اللي عنده يا؟ فاضل زلمة ونص، بس لأنه ابن حلال ما رضي يتشاكل مع أمه، وغير هيك هو كمان ما عاد حابب العيشة معها. والله أنا لو محله ما بترك، ما بترك لو بده يصل صياحنا على المريخ. قال بده ينام بالمستودع. يا أم فاضل مالك حق تطلعي ابنك فاضل من الغرفة، حرام عليكي. لك يحرم جلده عن عظمه، لا مش وعكي هالولد، لسه كل يوم عم يتقلع لي من شغلة. اي والله ما عاد طايق اشوف خلقته واخرته. اي والله ما قصرتي فيه. لك اخ لو بقدر قله على صابر من الغرفة، لأنه معوفني حالي. لا وكمان التاني مثل قلته مجوعنا ولاحق لي اهله ونسيان مرته وولاده. ايه انتي الحق عليكي، ليش ساكتي له لهلا؟ ما تفرجي العين الحمراء. يوه انتي التانية ام فاضل،
بدل ما تطفيها جاية تشعليها. إذا كان أحسن هيك يضل عم يتمقطع فيها. المشكلة يا أم فاضل إنه أكتر من الخناق والعياط مو طالع بإيدي أعمل معه شي. لا بيطلع بإيدك حبيبتي، بس أنتي نية وقليلة في حيلة يا ستي ونايطك كمان، لأنه لو بيخاف منك أو بيحسب لك حساب ما كان ساعد أهله وطنشكن أنتي ولادك. هاتي هاتي لشوف، فهميني شو لازم أعمل. اطلعي عليه بالعالي وأرفي عيشته، وأنا لو محلك بروح وبنبحت عند أهله وبفضحه وبفضحهم معه، لأنهم مالهم أنضف منه. يلي بيهون عليه يأكل من رزق غيره بيكون ابن حرام حبيبتي. إيه بس أهله مستوطين حياتي أكتر منه، أصلا هن اللي عم بيعبوا براسه ضدي، لأنه كل ما بيروح لعندهم بيجي لعندي وهو مو طايق لي كلمة. بيكونوا حاسين عليكي انك بتكرهيهم، مشان هيك عم يعلموا عليكي. يي 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 انتي ما بتعرفي قديشهم لقمة ومئزيين، لانه حتى كناينهم التانيين بيشتكوا منه. اسمعي يا بنت، جوزك ما رح ينصلح حاله معك غير لما يعرف انه بيته رح ينخرب، مشان هيك بتعملي مثل ما بقلك وبتقرفي عيشته وخليه يحس انك بايعتيه هو وولاده، فهمتي؟ أهلين ست الحسن. بالمأهل. وينك لهلأ؟ ما تنضبي تقعدي مع أولادك؟ وليش مو أنت بتجي بكير يا بعدي وبتقعد مع أولادك؟ أيوة. ولا بس أنا اللي لازم أقعد معهم؟ لك أنا زلمي بفوت وبطلع إمتى ما بدي. بس أنت مارا مارا ولازم تقعدي وما تتأخري عن بيتي، حتى لو كنا بمدرسة مسكرة، ولا حابة الناس تحكي علينا؟ انت بس وقت الحكي والخناق بتصير زلمي، ووقت الشغلة بتوصل للمصاري والصرف على البيت مثل كل الزلم بتصير مرة. اخرسي وليه؟ العمى بقلبك العمى، منين جايبي هالجقارة؟ شو هالفزلك يكون في لسان وليه؟ مين معلمك هذا الحكي؟ اهدي لي بصير مرة ها؟ لك لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما بيجوز هالحكي يا جماعة، خلونا ندق الباب عليهم، هذا اسمه حرام. أجي يا صابر يلا أنا رح دق الباب. حدا منكم يروح ينادي على الحارس، بركي بيجي وبيحل المشكلة. خير يا جماعة شوفي خير. مثل ما انك سامع هذا صابر المجنون نازل ضرب بمرته وما عم بيرد على حدا. ليك 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 هاي أبو لطيف الحارس إجا. أبو لطيف الله يخليك حللنا إياها. بعد هيك لشوف بعد. افتح يا صابر أنا أبو لطيف. دخلك أبو بسام، هذا الشاب اللي كان يقعد عندك فاضل ما عاد شفته، شو وينه؟ بينته حباب الزلمة. والله أموره كتير مكركبة، صار عم ينام عند هذا صابر، لأنه مرت صابر صارت عم بتنام عند أم فاضل بعد هديك المشكلة. يا سيدي هالشاب مسكين ومبين عليه مطرمخ طرمخة، وبيني وبينك أنا حابب ساعده ولاقي له شغل. لك روح الله يطول بعمرك ويجبر بخاطرك. بس اسمع أبو بسام، هذا الموضوع بيني وبينك، لأنك أنت اللي رح تدله على الشغل، أنا ما لي علاقة، ها؟ لأنه ما بدي يحس أني عم منن عليه. طيب طيب مثل ما بدك، نحن بهمنا أنه فاضل يقدر يوقف على رجليه من أول وجدي. صابر شو لا يسمع هالولاد بغيبتي؟ ايه معليش حبيبتي خليه يتمرمط شوي بدونك مشان يعرف قيمتك. ايه ليش هذا بحس؟ صابر وبعرفه، لا وبدل ما يجي صالحني ويرجعني كرمال ولاده بجيب فاضل لينام عنده مشان يجاكرني ويجاكري. شايفه شايفه شو ابن حرام وضلالي؟ مشان هيك ما لازم ترجعي له، وطالما انت بالنهار عم تعدي معهم وتشوفي طلباتهم معناه تطمني وبردي قلبي. بس والله حارقني قلبي عليهم، وبقول لحالي يعني طلعتي حرام مشان هالقطافيل مو مشان شيء. ايه قوي لي قلبك شوي شبنا، لانك اذا رجعتي له هلا من حالك رح يستوطي حيطك اكثر من اول. Thank you.
جد أبو بسام لقيت لي شغل؟ إيه وحياة أولادي بمحل عصير، وها هيك العنوان معي مشان من بكرة الصبح تروح تستلم شغلك على بكير. طيب قل لي مين دلك على المحل؟ وأنا وبيني وبينك حطيت خبر عند رفقاتي بالشغل إنه يلي بيلاقي شي محل بده شغيل يخبرني، وهذا يلي صار. لك ممنونك ممنونك عمي أبو بسام، وأماني أماني تسلم لي كثير على رفيقك يلي حكى معك، لأنه هالخدمة إجت بوقتها. بس قلتك عمي مزبوط هالمرة. قوي قلبك ولا تخاف، وإن شاء الله هالمرة أمورك بتمشي. لك الله يسمع منك. ايه ابو سامي، ما قلت لي داوم فاضل اليوم؟ ايه 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 مثل ما قلت لك. ماشي ماشي، الله معك، سلامات. داوم؟ ايه ايه داوم. وعلى شو ناوي؟ مو على شي، بس قلت له جربه كام يوم لحتى اعرف شو مشكلته مع الشغل، لانه كل ما اشتغل عند حدا ما بيزبط اسبوع على بعضه. صبت يا فاضل صبت. روح يا نحس، روح روح يا نحس روح. يا عمو شو بالخلاط ليش ما عم يشتغل؟ لك واصل واصل، شو قصته الخلاط؟ لك ما عم يشتغل كأنه عطل فجأة. لك ايه هلأ كان شغال، فرجيني لشوف. ها شوف ايه مانك حاطه بالكهرباء منيح. اها لك ايه عم قول لحالي ليش ما اشتغل. ممنونك عم يواصل ممنونك. طيب شو رأيك أنا أقطع لك الفواكه وأنت تخلط؟ ساعدني ساعدني يسطر على عرضك. ليكني واقف جنبك ولا يمه. شلون الشغل شباب؟ منيح عمي منيح كثير عمي أبو سامي. شو منيح وما منيح؟ ما أنا شايفك واقف مثل اللبخة ما عم تشتغل. وليش واقفين أنتوا اثنين قدام الخلاط؟ كنا عم نشغله معلم. ايه خلاص روح حط لي كياس زبالة بالحاوية يلا. من عيوني معلم من عيوني. واصل شو بفاضل؟ الخلاطات ما عم تشتغل معه قوائي، مبين عليه متلبك. إذا هيك بسيطة كبيت الزبالة معلم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. فاضل شو بك متلبك؟ شغلتنا أسهل شغلة بالعالم، بعدين حلك بأربع خمس أيام تتعلم. يعني معلمي هي الشغلة مو صعبة، بس أنا لسه بيني وبينك ما أخذت إيدي مثل العالم، يعني ما تعلمت منيح قديش بدي حط من كل صنف. وغير هيك يعني معلم لسه ناقصني كتير بخصوص زوزقة البريق بالكريمة والقشطة. يعني معلم هاي الشغلة. معك معك بتتعلم، المهم انك تنتبه لواصل شلون عم يشتغل، والشي اللي ما بتعرفه لا تقرب عليه مشان ما يتضايقوا الزباين، لانه الزبون بحب الطلب مزوزق. من عيوني معلم ابو سامي من عيوني. أبو بسام؟ نعم. يعني كنت عم فكر أنه بلكي بتدفش أختي أم بسام تحكي مع خديجة مشان ترجع على الغرفة. إيه والله مو حلوة عملتها هيك قدام العالم، يعني أنا زلمة تعيب وفوق هيك برجع من شغلي لدير بالي على الأولاد وبكون ماني قدران وقف على رجلي. لك من عيوني يا صابر، بس إذا قالت لها ما بدها ترجع يعني لك يا أبو بسام خليها تقلها أني ندمان على عملتي وما بقى عيدها. خلص خلص لعيونك. وشو رأيك كمان نخليها تقول لأم فاضل إنه ابنها عم يشتغل ومشي خشبه مشان ترجع فاضل. أيوة. وهيك ما بيبقى لمرتك محل تبات فيه. إيه إيه هي عجبتني هديك أم فاضل عبادة قرش، وبس تشم ريحة إنه ابنها صار معه مصاري رح ترجعه وتقلع على مرتي. بصراحة أبو سامي جربه لفاضل بكل شيء، والشاب أمين وشغيل، وبالأسبوع الأول كان متلبك وخبص بالشغل شوي،
بس بعدين مش الحال. يعني أموره مشيت خلاص؟ إيه هو الظاهر كانت أمه وتصرفاته معه عامي على قلبه. كتر خيرك يا أبو بشير، كتر خيرك، والله المنيح اللي عملته مع هالشاب غير شكل. يا سيدي خير الله، والواحد شو بيقدر يعمل لازم يعمل. طيب ما صار وقت نخبره لفاضل بالحقيقة؟ ما بدي يكون الفضل لإلي لأنه أنت يلي سعيت له بهالشغل. أخي الشغلة كلها على بعضها ما أنا محرزين حكى فيها. بس هذا حقك وحقه هو كمان أنه يعرف. ولو قال ندمان، قال وين بينباع هالحكي؟ بكرة بيطلع خلقه بيرجع بيضربها. خديجة لا ترجعي له، هذا واحد كذاب. شبنا أم فاضل خليكي محضر خير، بركي الزلمة تربى بعد طلعتها من الغرفة ومرمطته لحاله مع الأولاد. شو خديجة؟ والله ما بعرف، المشكلة صابر ما له أمان وأنا خايفة يرجع يعيدها. يعني بهاي معك حق، بس هو قال إنه ما بيقدر يعيش بلاكي لأنك بتضلي مرته ورفيقتها. يا سلام، شو هالحكي الدرر هاد؟ ناقص يغني لها شي بيت عتابة حبيبتي. روحي روحي قولي له عس أنت وهالمغضوب فاضل، خديجة مبسوطة هون كتير. إن فاضل صحي؟ شو ما دريتي إنه ابنك فاضل صار له أكتر من 10 أيام عم يشتغل بمحل عصير، وما شاء الله ما شاء الله شغله ماشي كتير منيح. ها؟ ليك هالمغضوب التاني ليك، وما بيجي بشق على أمه وبيشوف طلباته هي وإخواته؟ نعم، قال ربه وتعبه. شبنا أم فاضي، مو أنت اللي قلعتي من هون؟ شو بده يجي يشوف طلباتك؟ إن رحت ولا جيت يعني بضل أمه، وهو ملزوم فيني وبإخواته كمان. عم أقول لحالي غطس وما عاد بيّن هالواطي. أيوة هيك لكان. ولي هذا صوت امي. افتح يستر عرضك قبل ما تجرسنا. افتح. هذا اللي ما كنا حاسبين حسابه. يلا جاي فاضل، جاي. اتفضلي جارتنا، تفضلي. بعد هيك من وشي لا فاضل. امي اهدي، الله يخليك الدنيا ليل، وما بدنا نضايق الجيران. مو هين عليك تضايق الجيران، بس هين عليك تضايق امك واخواتك. ما هيك لك تفوع على امتك يا ناقص، تاركنا بلا مصروف ولا كاننا مسؤولين منك. لك امي بوس ايدك بلا فضايح، خلص اللي بدك يا بيصير. خايف من الفضايح تقبضني؟ ايه شو علي؟ لك تعو يا عالم، لك يا أمي، يا ناس تعو اسمعوا قصتي مع ابني يلي ربيته وتعبت فيه. لك أمي والله لشرش حق والله. لك أمي بوسي بين الناس وانت موطي راسك. اسمعوا يا جيران، شو عمل ابني فاضل معي مع اخواته؟ اسمعوا. شلوني معك لك خديجة؟ ما سبت لك ياهن كتاف لفاضل وجوزي؟ ولي قال سبتيهن كتاف؟ قال انا لو محلهم مسكر باب الغرفة على حالي ومبعود بطلع منها بشهر. من طول عمرهم رجال بيعاملوا المرأة على اساس انها خدامة عندهم. تقولي ورتانين عن اهليهم مو هيك؟ بس زمن اول تحول حبيبتي. أيوة. ولازم كل وحده فينا تعرف حقوقها وتاخذ من بين عيونهم هالحقوق. جنس ما بيجي غير بالراس. اي والله معك حق. انا بفتح الباب. يلا. اهلين عمو. عمو ناديلي على خالتك خديجه. خالتي خديجه، عمو صابر بده ياكي. خير يا طير خديجه. ما صار وقت ترجعي على غرفتي. ليك اذا بدك تضل تستوطي حياتي وتبهدلني وتمد ايدك علي على الطالع والنازله، ما بدي ارجع. اذا هالمره قعدت هون جنب ولادي، المره الجايه رح اطلع لبرا حتى لو بدي صفي بالشارع. طولي بالك خديجه، خلاص ما عاد في مره جاي. عن جد؟ ايه عن جد، بكفينا بهدله وفضايح. مثل ما بدك ابن عمي. انا سابقك على الغرفه وبتلحقيني. حاضر. Thank you.
ايه يا اخي فاضل، شلون امورك هلأ مع الست الوالدة؟ ممتازة كتير، وصاير عم تحترمني اكتر بكتير من الاول، وماني عاطي فرحتي لحدا. اها هيك تمام، يعني هلأ منقدر نقول انه مشاكلك انحلت؟ يعني ماشي الحال. طيب وشو من شان الجامعة؟ مالك مفكر ترجع لها؟ الجامعة؟ ايه الجامعة، ليش لا؟ مع التصميم والإرادة ما في شيء اسمه مستحيل، والإنسان مهما كانت الظروف قاسية عليه بيضل عنده أمل، ولازم يكون عنده أمل. وانت قلت عمي وبشير، وأنا بعد ما تغيرت ظروفي صار لازم أفكر بالمستقبل ولازم يضل عندي أمل. بس يعني عمي بدي أسألك، انت شو قصتك معي؟ قصدي ليش بحسك مهتم فيي وخايف علي؟ لأنه يا ابني الناس لبعضة، وأنا بزماني لقيت مين وقف جنبي ومسك بإيدي وقت اللي كانت ظروفي مو منيحة، وهذا اللي بيخليني ساعد أي حدا بيحتاج لمساعدة. على كلين أبو بسام قال لي إنك أنت اللي ساعدت لي بالشغل، وما كنت رايدني أعرف، وهالشي خلاك تكبر بعيني كتير عمي. صحيح عمي فاضل. تفضل. سمعت إنك عم تعطي دروس للولاد، شلون خطرت لك هالفكرة بقى؟ شوف عمي، بعد ما ارتحت وارتفعت معنوياتي خطرت ببالي مشاريع كتيرة، ومنها انه اعطي دروس للولاد من شان ما يصير في غربة بينهم وبين المدرسة. يا عيني عليك، والله انك شاب بيرفع الراس فيك. وعلى فكرة انا عندي بنت عم تدرس سنة تالتة انجليزي، وعم فكر خليها تجي تساعدك، شو رأيك؟ يا عمي اكيد انا موافق، لانه نحنا قادرين بهالنوايا الطيبة والحب انه نعمل احلى تعايش، ومن خلال التعايش نقضي على حالة الغربة، الغربة يلي فرضتها الظروف السيئة اللي عم نعيشها. بعيدا عن المنزل. التأليف ماهر جلو. صور الشخصيات وحسب سماع الأصوات: أبو بشير واصف الحلبي، أبو بسام علي القاسم، أم بشير فاطمة أبو عقل، طفل سمر عبد العزيز، فاضل حسام عيد، أم فاضل دينا خانكان، صابر علي سطوف، أم بسام صباح بركات، خديجة وفاء موصلي، طلال عبد الكريم غميض، واصل علي إسماعيل، أبو سامي محمد فلفلة، أبو لطيف طوني موسى، حسان علي. ساعد في الإخراج أحمد عنقة. قدمت لكم دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تمثيلية الأسبوع، المخرجة المنفذة سناء حمود،
تمثيلية الأسبوع. إخراج محسن غازي.